الليزك من العمليات اللي بتستخدم كتير في الوقت الحالي للتخلص من النضارة الطبية ومن العدسات اللاصقة. أحيانا بيصحب العملية دي بعض المشاكل. بعض مشاكل الليزك مشاكل مؤقتة زي حدوث جفاف في العين، وده بيحصل تقريبا لمعظم الحالات في أول شهر وبيتحسن تدريجيا على الشهر الثاني أو الثالث في غالبية الحالات. وبعض مشاكل الليزك بتكون فعلا مستعصية عن الحل، زي إجراء الليزك بالخطأ في حالة بيكون فيها سمك القرنية قليل، أو إجراء الليزك في حالة فيها بدايات قرنية مخروطية لو فات الطبيب تشخيص الحالة من البداية. وفي الحالة اللي زي دي بيكون إجراء الليزك هدم البيان القرنية أو تكوين الأنسجة البيانية في القرنية، وده كفيل بحدوث تدهور عنيف في الرؤية. طبعا المشاكل المتعلقة بالليزك جزء كبير منها يعتمد على الفحص الدقيق للحالة قبل العملية، بحيث الحالات اللي بيكون فيها وجود جفاف في العين من قبل العملية أو وجود اشتباه أو بدايات قرنية مخروطية بيتم استبعادها من إجراء هذه العملية، وبتستبدل عملية تصحيح الإبصار في هؤلاء الأشخاص اللي عندهم ضعف في القرنية أو جفاف بعمليات أكثر أمانا زي زرع العدسات داخل العين أو تقنيات المختلفة الأخرى بعيدا عن الليزك.